بهدف تشجيع الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي للإبداع بالمحتوى التوعوي في مجال الصحة، استضافت مملكة البحرين مجموعة من ورش العمل التطويرية والمتخصصة التي تندرج تحت مبادرة تنفيذ جائزة وعي في موسمها الثالث، وهي إحدى مبادرات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. إبداعات وأفكار يطرحها مئات المشاركين في جائزة وعي تحاكي واقع الحياة وتبحث عن أساليب توعوية جديدة تنير بها أفكار المجتمع الخليجي وتدفع به إلى تجنب الأمراض قبل الإصابة بها من خلال مجموعة من ورش عمل متخصصة في مسارات الجائزة الأربعة. طبعا جائزة وعي تهدف إلى تطوير المحتوى الصحي وتحويله في قالب إبداعي يوصل الرسالة الصحية والرسالة التوعوية في المجال الصحي إلى الناس. ممكن ننقذ حياة، ممكن نحقق أهداف ما نقدر نحققها من خلال جمود المحتوى الصحي اللي هو النصي أو المقالات. هذه القوالب أو هذه الإنتاجات الإبداعية اللي تنتج من خلال هذه الجائزة راح تحقق وعي مجتمعي من خلال توفير مواد إبداعية ممكن جديدة على الناس، ممكن تجذب الناس بشكل أكبر، فبالتالي نحقق الغاية اللي من وراها الجائزة وهي تثقيف الناس، توعيتهم إلى ممكن أخطار أو ممكن تشجيعهم إلى تحقيق ممارسات طبية معينة وممارسات صحية معينة. جائزة مقدمة من وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، الهدف منها نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع الخليجي، وتتضمن عدة مسارات في التصوير، في الفيديو، في الموشن، فكل متسابق له تخصص معين يحاول يقدم فكرته وأسلوبه في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع. ونمر حاليا لست دول، ست مدن بين مجلس التعاون لنشر الفكرة بين المتسابقين كل واحد في تخصصه ومجاله. في موسمها الثالث بدأت جائزة وعي بالتنقل بين 6 مناطق في 5 دول من الخليج العربي لتحط رحلها في البحرين، فتبحث عن المزيد من المبدعين في مسارات الجائزة التي تهدف إلى تشجيع الأفراد من مواطنين ومقيمين للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة فيلم قصير أو جرافيك أو صورة فوتوغرافية أو تصميم إنفوغرافيك. طبعا مثل هذه النوع من الدورات او الورش اللي احنا نشارك فيها اليوم تلعب دور كبير في صقل الخبرات، لان احنا اليوم قاعدين يعني تمزج خبراتنا مع الاشخاص اللي ممكن يكونوا من خارج مملكه البحرين. نتكلم عن اشخاص عندهم تجربه وباع طويل في المجال الاعلامي وخصوصا في مجال الافلام القصيره. لما اكون حاضر انا في ورشه افلام اتعلم منها اشياء جديده، انا تتطور امكانياتي بشكل اكيد. خصوصا احنا لما نتكلم عن موضوع ان البعض يعتقد انه بمجرد ما يوصل لليفل معين يعني أن يتعلم يكون عنده علم معين، مو بمعناته أنه خلاص وصلت نهاية المشوار أنه تمام، لازم تأخذ معلومات جديدة، يكون عندك أبديت جديد. فوجود هذه النوعية من الورش وهذه النوعية من المسابقات تلعب دور في تحفيزنا إحنا أيضا لحضور الورشة والمسابقة ومعرفة أين مستواك عشان أنت شلون ممكن توصل لأفضل المستوى أنت حاب توصل له. هدفي من هذه المشاركة خدمة المجتمع وتوجيه صورة تسعى في بناء مجتمع واعي في البيئة الموجودة من حوله. درهم وقاية خير من قنطار علاج، شعار حملته الجائزة على عاتقها ليكون الانطلاقة الأساسية للبحث عن إبداعات مكنونة لدى الهاوين من أفراد المجتمع، ليكون لهم دور في تحفيز أفراده على اتباع نمط حياة صحي للحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي. مسابقة إبداعية تنافسية تقام على مستوى الخليج العربي تدفع بمختلف أفراد المجتمع إلى إطلاق محتوى توعوي متقدم في مجال الصحة. خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.